يوم الأحد الرابع من يوليو 2021، حلقة إن شاء الله تكون متميزة. أول موضوع هنتكلم فيه النهاردة هو موضوع السياحة الداخلية وكيفية دعمها. تاني موضوع هيكون حول مفهوم الحرية ما بين الآباء والأبناء، وقصة صراع الأجيال إذا كان من الممكن إن احنا نتخطاها ونتعامل معها بشكل يكون أقل إزعاجا لكل من الآباء والأبناء على حد سواء. والموضوع الأخير إن شاء الله هيكون حول الملف المروري، وإحنا دايما المزيد من المعلومات حول هذا الملف، خاصة إنه في تغيرات سريعة جدا فيما يتعلق بالطرق والمحاور والكباري، وإن شاء الله نقدر إن إحنا نوفر لحضراتكم كل المعلومات الجديدة في هذا المجال. اسمحوا لنا أرحب بضيفي في الفقرة الأولى، هيكون حول دعم السياحة الداخلية، دكتور رامي مينا المرشد السياحي. أهلا بك. أهلا بحضرتك. طبعا السياحة العالمية تأثرت تأثرا كبيرا جدا بكورونا. هي ما تأثرتش، انتهت خالص. اه طبعا العالم هو كله. الحقيقة في بلدان قفلت تماما وفي بلدان لسه يعني نقدر نقول سايبة الباب موارب، من ضمن هذه البلدان مصر. طبعا عايزين نعرف أكتر إلى أي حد سياسة الباب الموارب سمحت لنا بمساحة من مساحات السياحة، ولا هي الفكرة إنه السياح أصلا خايفين يطلعوا من بلدانهم؟ زي ما سيادتك قلتي، هو السياح خايفين يطلعوا من بلدانهم. هو طبعا في سياحة بس قليلة جدا جدا جدا، لا تقارن باللي قبل كده. يعني ما ينفعش أقارن 1% ب100%، فخلينا نكون واقعيين. لا زي ما حضرتك قلتي بالظبط، هو الناس خايفة تطلع من بلدها. طيب هذا الكلام ينطبق على السياحة الخارجية ولا ينطبق على السياحة الداخلية؟ ينطبق على السياحة الخارجية عالميا. السياحة الداخلية في أمل، لأن ما فيش الرعب بتاع بره. بره مرعوبين جدا جدا، هنا الرعب أقل شوية. طيب خلينا نتكلم على الواقع السياحي في مصر حاليا. الفترة اللي فاتت في حاجات كتيرة اتغيرت، حتى على مستوى الطرق والكباري اللي احنا نتكلم عليها في الفترة الأخيرة، والمحاور الجديدة، الطرق اللي تم توسيعاتها ما بين القاهرة واسكندرية وطريق الجلالة، وده كله انفراستراكشر رائع للسياحة. بس كل هذه الطرق كمان كان في مساحة من مساحات محاولة استعادة رونق وتدريب العاملين في المناطق السياحية. ايه اللي حصل بعد كده؟ هو زي ما حضرتك قلتي، دي الخطوات اللي مصر بتعملها دلوقتي، وهي خطوات محموده جدا، ان احنا بنحاول ان احنا يعني اوف اول بروبلمز يعني حوالينا، لكن احنا بنحاول ان احنا نعمل حاجه على اساس يوم ما تفتح يبقى احنا مستعدين. طيب سؤال تاني، اذا سالنا على اخر الاحصائيات المتعلقه بمجال السياحه، حضرتك تقدر تقول لنا ايه؟ اول حضرتك ان الاحصائيات في السياحه تكاد تقول الى زيرو بالنسبه للسياحه العالميه زي ما قلنا، لكن عندنا امل ان يعني it's coming up, it will be flourishing يعني later on، يعني لما البانديميك يخلص ولما المشكله بتاعتنا بتاع كورونا طبعا تتحل. اذا ما كان لما بقى كورونا يتحل ان شاء الله المساله تمشي افضل. مش قوي يعني، هي هل لسه في حد في المنطقه بتاعتنا سواء البحر المتوسط او الشرق الاوسط سياحته شغاله؟ لا، هي حاله عالميه السياحه في العالم كله، جميع. انا اسف انا مش يعني مدي وجه متشائم شويه، بس انا بتكلم بالواقع. لا، في العالم كله السياحه متاثره جامد جدا. الطيران، شركات، في شركات طيران قفلت، في شركات سياحه قفلت كتير جدا في العالم كله. كارير العمليه مقفوله جدا للسياحه، لكن احنا بنفكر ان احنا نستعيد عن السياحه الخارجيه في الوقت ده بالسياحه الداخليه. المرشدين السياحيين عندهم ازمه جامده. السياحه الداخليه تقدر تستوعب المسافه الفاصله ما بين او المبالغ اللي كانت بتوفرها السياحه الخارجيه؟ طبعا لا، طبعا لا، لكن يعني فور ان اكستنت ممكن نحاول يعني نشدوا اور بيست. وبعدين كتير قوي قوي في يعني في البروبلمز اللي بتحصل في اي حاجه بنلاقي ان في اي مشكله بتحصل بنلاقي ان دايما بيجي ان بتخرج حلول من الحاجات الصعبه. يعني الواحد بيتعرض للازمه بتاع ويخرج منها بحاجه العبقري، بيخرج منها بحاجه نجاح فظيع جدا. طب زي ايه؟ فيعني يعني ياما اختراعات، يعني مثلا يعني في حاجات قوي تلاقي ازمه طالع من يعني مثلا اختراع عظيم طلع لان واحد كان مثلا حياته مكتئبه جدا، عالم كبير وقعد مكرس نفسه للعلم وبتاع بسبب ظروف مثلا اسريه او في عالم معين كده اينشتاين والحاجات دي، قدر انه منها يخرج بيه انه بقى عبقري. طبعا. طلع حاجه رائعه للعالم. طب ايه بقى الحلول التي فممكن ازمه عندي تطلع لي حل رائع، ان انا اتجه للسياحه الداخليه، والسياحه الداخليه تخليني ان انا اعمل حاجه حلول ابتكاريه واوصل فيها لحاجه كويسه. تمام. خطه وزاره السياحه
لتخطي الآثار المدمرة لفيروس كورونا؟ تعتقد هي ايه؟ يعني الفون توسكي الفون زي ما بيقولوا، يعني هم بيعملوا كل اللي يقدروا عليه، بس احنا لسه لحد دلوقتي يعني كل يعني كل اللي بيحاولوا يعملوه انهم يروجوا السياحه، وانهم يشجعوا المنتج المصري ويشجعوا المصريين انهم يتحركوا ويعملوا سياحه داخليه، وده كويس، بس لازم نعرف المصريين محتاجين ايه ونحاول ان احنا نركز عليهم، ونركز على المرشد السياحي اللي اوضاعه بقت سيئه جدا جدا. فدلوقتي لازم نفكر في ان المرشدين السياحيين دول يتم توجيههم الى السياحه الداخليه مؤقتا. انا عارف ان في مرشدين كتير قوي قوي يعني كان زمان يعني لو جاله شغل مصري يقول لك لا انا ما بشتغلش مصري، انا بشتغل فرنساوي الماني ايطالي ياباني، ما بشتغلش مصري. لكن النهارده ده فورس ماجور، في الفورس ماجور هل احنا عندنا شركات سياحه مصريه كبيره، او احنا متعاملين مع شركات سياحه عالميه كبيره بحيث انها تقدر ان هي تجيب لنا سياح اول ما الازمه تبتدي انها تقل شويه؟ لو الازمه خلصت ممكن، لكن فور تايم بينج طبعا مستحيل. زي ما قلنا السياحه عالميه متوقفه بسبب البانديميك، بسبب كورونا، بسبب الرعب. ده في ناس بره مش عايز اقول لك، يعني انا بعرف كل اللغات. لا الناس مرعوبه بره، ولدرجه يتصوري حضرتك في ناس رافضه تاخد اللقاح بره. مع ان هو ده المفروض انه يعني ده حل المشكله بالنسبه لنا او بالنسبه لنا، لكن في ناس لاسباب مختلفه، في ناس بسبب الماس ميديا والدعايه اللي شغاله عليها ضد الحاجات دي، في ناس لاسباب دينيه بره. يعني في اسباب دينيه بتمنع اجانب كتير جدا، ودي يمكن احنا ما نعرفوش في مصر، تمنعهم من انهم ياخدوا اللقاح لانهم بيعتبروه علامه الوحش في سفر الرؤيه عندنا في المسيحيه. فبسبب ده بيرفض، لانه متصور انه لو خده هو هالك الى الابد. في يعني افكار جامده شويه، التطرف موجود في كل حتة. يعني الأفكار الجامدة موجودة في كل حتة، لكن في ناس سيجمنت كبير، لأني بقرأ بالألماني بالأسباني بالإيطالي بجميع اللغات. لأ في سيجمنت بره، بس يعني مثلا اليوتيوب محرس من الآراء دي، ما بيمنحها عشان يعني خلينا بقى نتكلم في اللي يخصنا. احنا دلوقتي الفترة اللي فاتت كان عندنا مساحة من الوقت، وكان في حركة نشيطة جدا لتطوير الطرق والبنية التحتية. أكيد القطاع بقى الفندقي في مصر والقطاع السياحي محتاج ايه من وجهة نظر حضرتك علشان يبقى مستعد ان اول ما السياحة تشتغل تاني يكون هو تمام يعني جاهز؟ انا شايف ان احنا شغالين على يعني اتجاه حلو. يعني حكاية البروسيشن اللي اتعمل ده بتاع المومياوات دي خطوة موكب المومياوات دي خطوة بتدي يعني بروسبكتيف عن مصر حلو. ان مصر ما هياش متطرفة، مصر بتفتح بتعمل مومياوات في شوارعها، مصر ما عندهاش الافكار القد قوي بالنسبه والشوارع جميله ونظيفه ومترتبه. فبالنسبه للمنتاليتي الاجنبيه البروسيشن دي نقطه في الصميم. حته ثانيه، هل في طريقه ان احنا نقدر نعيد الاستفاده من هذا الموكب مرات ومرات لغايه ما السياحه تشتغل تاني؟ بالظبط، نقدر نعمله في صوره مسرحيات فرعونيه ولتكن بالبانتوماين القصص المصريه القديمه اللي تتقدم للعالم كله لو في سياحه رجعت. اذروايز احنا ممكن نستفيد من السياحه الداخليه ان انا اعلم شعبي حاجات تجذبه انه يجي رحله عشان يتعلم منها، رحله تعليميه مثلا. هياخد كورس مثلا في اللغه المصريه القديمه من خلال رحلته للاولاد الصغيرين اللي هيجوا مع اسرهم مثلا. هل حضرتك مع تعليم اللغه المصريه القديمه في المدارس مثلا؟ على الاقل الاساسيات طبعا، على الاقل الاساسيات. ده كان وصيه الدكتور عبد الحليم نور الدين يعني الله يرحمه، يعني كان وصيته، وهو اوريدي كان كاتب مناهج في التاريخ والابتدائي وكده. فياريت ليه لا، يعني ما فيهاش اي حاجه ان اتعلم الحروف الاساسيه او العلامات الاساسيه في اللغه المصريه القديمه. ده هيديني انتماء، هيدي الولاد انتماء، يحبوا حضارتهم، يحبوا ده اكيد صح. احد الحاجات المزعجه جدا بالنسبه لي انه سائح او سائحه يجي يسال حد على مكان حاجه على بعد 200 متر والشخص اللي بيساله مش عارف. الكلام ده بيحصل في اكتر من مكان، في اكتر من مرحله زمنيه زي ما بيقولوا. يعني في حد يسالك على المواقع الاقل شهره في الاثار المصريه القديمه فما يعرفهاش، في الاثار الرومانيه او البطلميه او حتى الاسلاميه في حاجات بيتسال عليها ويبقى الناس مش عارفه فين. فمسؤوليه مين بقى انه الناس تبقى عارفه الحاجه الفلانيه دي موجوده في الحته الفلانيه؟ هل الدوله مثلا محتاجه انها تحط المزيد من اللافتات؟
المفروض اللي برامج يحصل. البرامج انتوا كاعلام دوركم فظيع في الحته دي، يعني ده دوركم انتوا، يعني تعملوا ماس ميديا قويه بتعلم كل الشعب الحاجات دي. انا ميس راند، انا شفت فيديو زعلني قوي قوي من فتره على الفيسبوك، فيديو الولد بيسال، يعني مش ولد ده، مليون واحد بيسالوهم، المذيع او المذيعه بيساله بيقول له سؤال غبي جدا، ام سوري تو سيد، بس يعني مش عارف امتى مثلا انت عرفت انهم مثلا ان فرنسا كانت من ضمن الاثار المصريه اللي خرجت للخارج وهربوها بره مصر. طيب كانت فين فرنسا قبل ما تتصدر بره؟ ايه الكلام الغريب ده؟ والناس متجاوبه معاه، واللي يقول لي دي كانت شبرا، واللي يقول له ده ايه ده؟ ايه هذه الكميه من ام سوري تو سي الاجنورنس، يعني هل احنا شعب للدرجه دي فينا كميه كبيره؟ هو الحقيقه المفروض ايه ده، بوليتهم فاستتروا، يعني لو في عندنا حد الوعي عنده ضعيف لهذه الدرجه مش ده فاذا كان المفروض اللي الوعي يبروزه. بالظبط، يعني اذا كان سؤال غريب جدا كده ومنتشر قوي حتى كان على الفيسبوك كده، وكل يعني جايبين طبعا هم اكيد مركزين على الناس اللي ردت اللي اجابوا اجابات اه سيئه بالظبط، لكن واستثنوا خالص، بس في الاخر اي حد له علاقه بالثقافه الفرنسيه او فرنسي بالظبط كلام نطق غريب باللغه يعني العربيه ده هيبقى فيديو سيء جدا بالظبط. بالنسبة له. وبالتالي الوعي مهم في كل حاجة، إذا كان الوعي في الحاجة البديهية كده، أمال أنا لما أتكلم على آثار وتاريخ وتاريخ مصر واللغة المصرية القديمة، عشان كده بقول الحاجات دي طيب لو تتدرس تبقى قطاعات كويس. الشباب ازاي احنا ممكن نستفيد منها بشكل واسع فيما يتعلق بدعم السياحة في مصر؟ يا ريت نستفيد، لأن أولا إحنا ممكن زي ما قلنا نقلب الترابيزة، يعني نحول الأزمة إلى نجاح فظيع جدا. أنا بقترح المرشدين السياحيين هم الحل. المرشدين السياحيين استغلوهم، طاقات الشباب المرشدين السياحيين يعملوا ايه بالظبط؟ يعملوا ايه بالظبط؟ يمسكوا السياحه الداخليه، يمسكوا قرار جمهوري او قرار رئاسي او قرار وزير السياحه او وزير اثار، ان النهارده يفعل القانون. الماده الاولى في قانون المرشدين السياحيين بتقول ان المرشد السياحي هو الشخص اللي بيشرح الاثار للسائح باكر، فالاثار والمعارض والمتاحف وجميع الاماكن السياحيه، وبالتالي يصدر قرار بتفعيل الكلام ده او القانون او يعني قرار وزاري، او يتفعل الماده الاولى في نص المرشدين السياحيين. السائح مش معناه السائح الاجنبي بس، السائح هو السائح الداخلي ايضا. فالنهارده في حد حضرتك ممكن ترفعي قضيه من غير محامي؟ لا طبعا مش ممكن. وبالتالي ما تقومش رحله في مصر من غير مرشد سياحي. تمام، هحل مشكله المرشدين السياحيين، هيتحل مشكله الدوله في الايرادات، لان الشغل ده اللي هيجيب ضرايب، وبالتالي هيبقى في دخل رائع كمان لمصر، هيبقى في تعليم وثقافة. طيب بس ثانية واحدة، هحول الأزمة خليك بتاعتي. معايا بس اتفضلي. خليك معايا. الإرشاد السياحي أحد الوظائف اللي للأسف بيدخل فيها من ليس لهم علاقة بهذه الوظيفة. عشان كده بقولت لحضرتك نفعل الميس راندا، يعني انا قلت لحضرتك نفعل الماده موجوده في القانون، الماده الاولى المرشد السياحي اللي بيشرح عشان كده احيانا تبقى في مكان ما ويبقى فيه مجموعة من المرشدين المحترمين جدا 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 حلها بسيط بيقولوا جدا. معلومات هقول حقيقية، لحضرتك حلها بسيط وتلاقي خالص، واحد قاعد يحكي حواديت كده ولا لها علاقه أسطورية بالتاريخ خزعبلية ولا مش ليها علاقة بأي حاجة هو اساسا ملوش علاقه بالمجال، بالظبط، ومع غفير او ذلك كده، بيشتغل بس زي طبعا في المرشدين غفراء السياحيين محترمين العاديين. وكده، لكن بتكلم بصفه عامه، حد ملوش علاقه بالمجال وبيشرح الاثار، حد بيبيع حاجه وبيشرح الاثار، ما ينفعش الكلام ده. فانا بقول تفعيل الموضوع ده من خلال شرطة السياحة، من خلال القرار الوزاري بتفعيل الامور دي، مش محتاج قرار جديد. لكن زي ما مفيش محامي بيشرح من غير كمان، ما فيش مرشد سياحي، ما فيش رحلة تقوم من غير مرشد سياحي. طيب وايه ويتحد كمان؟ ازاي نفعل الكلام ده؟ بسيطة خالص خالص، بس ناخد قرار بالتفعيل الكلام ده في كل منطقة سياحية، في كل منطقة أثرية، في كل جنينة سياحية، في كل متحف، في كل معبد كومومبو، ادفو، الكرنك، يتحط كشك صغير، مش هقول لك يعني عشان تكاليف، ممكن يكتب كشك صغير او كشك في التذاكر حد الموجود متابع؟ حاليا، مش بيتابع، في تذكرة إرشاد، تذكرة إرشاد بتدفع، انت هتدفعها لانها جزء من تذكره المكان، وبالتالي انت في حد هيشرح لك، تمام، وبالتالي انت هتشغلي كل المرشدين هياخدوا اليوميه ويبقوا بتاعتهم مرتبطين بالاماكن اللي هم وهيتاخد، بشكل فيبقى ليهم فرصه ان هم كمان يعرفوا والدوله اكتر هتاخد ويقروا اكتر حقها، عنهم. هتاخد حقها بده، ما فيش هيبقى يعني اي حد اشتغل هيبقى معروف ونقدر نجيبه. وانا اقترحت الموضوع ده، يعني يا ريت يتنفذ، اتمنى انه يتنفذ. طيب هسأل حضرتك سؤال تاني، تطلع رومانيا مثلا تلاقيهم عاملين زيارة لأسواق الغجر، ليه فكرة الأسواق الشعبية والمناطق السكنية القديمة حضرتك قلت الجملة بيتعمل من لها اه
جولات سياحية. مع انهم احنا فاهمين غجر، هذا الكلام. مع انهم غجر. لا هو برضو ليهم يعني جاذبيتهم بشكل او لا باخر، ما الكتب الجيبسي بتاعتهم، طبعا الحاجات لهم، اللي بيبيعوها والحاجات اللي... هي الجيبسي تورز دي معروفة في العالم كله، تمام. ما فيش مشاكل. انا شايف ان ما فيهاش اي مشكلة، يعني مش ضروري. احنا نقدر نعمل ده عندنا هنا. طبعا نقدر نعمل، ده نعمل 100 حاجة. لسه برضو فيديو مشهور على النت من شوية، في الصين، الصين بتنزلي نفق بينزلك تحت البحر، تحت الميات والانهار، بتعيشي وسط السمك في وسط تانل، وشايفة جميع الاجواء السمكية حواليكي، مناظر رائعة، صور رائعة التقط، فيديوهات رائعة التقط. فكرة بسيطة مش هتكلف جامد، يعني مجرد تانل هيتعمل في وسط المية، هنجيب الخبرة لو احنا مش عندنا الخبرة ان احنا نعمله ونعمله. والصين احنا بنجيب كل حاجة منها بنخليها تعمل لنا تانل زي ده. طب خلينا دول بنوا نسأل. الاهرامات عندهم، ومش عايز اقول لحضرتك قد ايه الدخل اللي بتدخله، قد ايه الدخل اللي احنا بندخله. دي اهرامات صناعية، تمام، اهرامات صناعية، ابو الهول صناعي، العالم كله بنى ابو الهول والاهرامات. طب انا عندي الاصل، طب ما استغله. هي الطريقة، اطلعي من بلاس دو لا كونكورد مثلا في فرنسا، شوفي الوسح البلاس الميدان، شوفي الطريقة الجميلة اللي بتتعرض عليها، الطريقة اللي بتاخدي بيها سيلفي وفي أي حتة أنت عايزاها، يعني عاملين مساحة رائعة لل بس علشان الحقيقة احنا عندنا مثلا منطقة ميدان التحرير تم تطويرها بشكل كبير جدا، منطقة سور مجرى العيون تم تطويرها بشكل جميل حلو جدا، جدا. المتحف المصري وقبل كده كان في حديقة الأزهر، ودي كلها مجموعة من الأماكن السياحية اللي شهدت تطويرات مختلفة. قلعة صلاح الدين برضو نتطور تم بقى بالفكر تطويرها الأوروبي، يعني نطور بالظبط. بالفكر الأوروبي اللي هو فهو في محاولة لتطوير وفي الأمور. في ونكمل بقى، نكمل بكده ونعمل ميادين واسعة، ونعمل سياحة داخلية جميلة، ونجذب السياح المصريين جزء بدخل صغير، يعني بأسعار رخيصة، عشان المصري ما يقدرش زي الأجنبي. فبدخل، يعني حضرتك هشغل مع المنتج فكرة السياحي بالعدد الكبير في الدخل الصغير، هيحقق اليومية بتاعته اللي هو يعني تدي للبلد حقها، وهو يشتغل بدل ما هم معظم الناس قاعدة في بيوتها. يعني افهم كده ان حضرتك مع فكرة انه المصري يتحاسب محاسبة مختلفة عن الأجنبي فيما يتعلق هو امر بأجهزته. واقع، امر واقع طبعا. بره بيتضايقوا جدا من النقطه دي، لان المفروض ان المعامله سواسيه بين الكل بالنسبه لهم يعني، لكن احنا يعني الواقع الامر ان انا دخلي لا يقارن بالدخل الاوروبي ده حقيقي. او الدخل الاجنبي، فهبقى بظلم المصري جدا جدا لو اديله، لان الدولار يعادل جنيه عندي، ف 15 ضعف مثلا، يعني اللي بيباع هناك ب 3 دولار قيمته عندي تقريبا، يعني رفلي كده 3 جنيه. فالحاجه اللي ده ب 3 3 جنيه ايه؟ يعني الدولار 3 وحدات عمله، انا بالنسبه لي 3 جنيه. يعني لو حضرتك مثلا عايز اشتري ساندويتش مثلا ماك برجر او وات ايفر، اي يعني مش ساندويتش من هنقول بره، ماركات. اوكي هشتري حاجه من بره، الحاجه اشتريها ب 7 دولار بره ممكن اشتريها ب 7 جنيه بلدي، او ب 10 جنيه بلدي، فيبقى لكن 7 التسعيرة دولار او السياحية في 7 نفس يورو الشكل. بالظبط. فعشان كده هم مضطرين يعملوا الاسعار مختلفه، لكن هو طبعا الاجانب بيزعلوا قوي من الحكايه دي، وبيزعل جدا جدا. هو طبعا ما حدش بيعرفه يعني عاده، لكن لو عرف ان هو بيدفع 200 جنيه وزميله بيدفع 10 جنيه او 20 جنيه المصري، مش عايز اقول لك يعني بيتصدم وبيزعل. طيب ومهما تقولي له مثلا دخلي انت دخلك قدنا 10 مرات وبتاع، طب ما دخلي ده بمجهودي بشغلي انا، يعني عشان اشتغلت وعشان كده، عشان توثيقه التقدم ده، فانت ما تضيعليش التقدم ده. عشان كده ما بيحبوش سياسه زي سياسه الرئيس عبد الناصر مثلا، التأميم والحاجات دي ما بيحبوهاش بره، طيب لكن خلينا احنا طبعا نتكلم على جزئية بالنسبه لنا تانية. بطل يعني. لكن هو ده راجل اخد فلوس الفقراء، الاغنياء اللي اديها الفقراء باي حق في رايهم، في المنتاليتي بتاعت لما بنحلش مثلا التاميم وتاميم قناه السويس، ليه تلاقي فعلا اللي لما كان بيرد في كده. الثورة الفرنسية قبل كده اوكي عملت فظايع يعني، ما على الأقل جمال عبد الناصر بنى البلد. خلينا نتكلم، وقف في نصيب خلينا الفقراء نتكلم في جزئية أخرى. احنا بنتكلم دلوقتي على فكرة إنه في عدد من الشباب أصبح مهتم بالترويج السياحي لمصر. ومش هما هتلاقي مش احسن من عاملين في المرشد المجال، السياحي انه يعملها، هما مش الباقي عاملين في مجال للمرشدين السياحة يعني ولا حاجة، اسامه لكن راندا. ابتدوا يعملوا صفحات فيها صور فوتوغرافية حلوة لأماكن جميلة، أو يعملوا فيديوهات للتورز، تمام. أو يعملوا الفيديوهات اللي هي بتبقى 365 درجة كأنك واقف في المكان، 360. 360 درجة كأنك واقف في هذا المكان. السؤال بقى، هل حضرتك شايف انه المزيد من العمل في هذا الاتجاه قادر على زي ما يقولوا كده جر الرجل وجذب الاستثمارات السياحية لمصر في الفترة القادمة؟
برغم ان مصر معروفه طبعا، مصر معروفه يعني ابسوليوتلي يعني بالتاكيد احنا معروفين كويس قوي، لكن ستيل اي افورت يعني بيتعمل زياده في الصالح، لان ممكن تاخديه من زاويه تانية، يعني ممكن تعمليه من اسبكت تاني، ممكن ده يعجبنيش لكن ده عجبني، ممكن طريقه الفن وزاويه التصوير والحاجات دي فيها مليون اسبكت وبرسبكتيف مختلف يعني، فممكن اعمل حاجه جديده بمفهوم جديد تعجب الناس اكتر. لكن مصر معروفه يعني كل حاجه معروفه، لكن الطريقه ان انا افتح حاجات جديده، يعني افتح، انا عندي الاثار ما بتنتهيش، عندي كميه اثار اعدها بطريقه حلوه قوي وافتحها للسياحه الخارجيه لو السياحه الخارجيه خلصت وموضوع كورونا ده انتهى وكده هوبلي يعني، لكن في نفس الوقت اشتغل ده في السياحه المصريه. انا ما عندي، مش محتاج الامن الفظيع جدا في ان انا افتح مناطق سياحيه جديده واسريه جديده للمصريين، لان المصريين دي بلدهم متعودين عليها. افتح لي بقى الحتت، افتح لي كوم طيب. وشيم، افتح لي المناطق اللي عمرها ما تدخل في السياحه للمصريين، وفي نفس الوقت اعمل تورز مش تقليديه، مش بس شواطئ جديده، شواطئ ناخد نعمل برامج تعليم، هيطلع التور هيتعلم طب انجليزي في خليني التور، اسال المصريين بيعلموا حضرتك. لغات، بيعرفوا لغات، يطلع التور يتعلم فيه شويه فرنساوي، هيجي بولاده عشان يتعلموا الحاجات دي في التور ده، يتعلموا مهاره جديده. مثلا في كتير قوي مثلا جوجل منزله على طريقه التعليم، لو انت ما معكش شهاده خالص، لو انت ما عايز تحسن مستقبلك، مدين 5 كورسات، ال5 كورسات دول لو انت اتعلمتهم هتاخد شهاده من جوجل معتمده كانها شهاده، وهيشغلوك بيها واسعار عاليه عالميه، مثلا في الاي تي في الانفورميشن طيب تكنولوجي. خليني اسال حضرتك سؤال تاني. ودراسه من خلال، بس احنا كمصريين صعب ان احنا نتابعها، فالمرشد يعمل الكورس ده من خلال تور، بيعمل بيعلم التور ده وتاخد شهاده هيتعاملك انك اجنبي وتشتغل بيها، ومكسب للمصريين كلهم وللرحله وللسياحه وللتور وتشغيل المرشدين. تمام، خلينا نتكلم على الجزئية الخاصة بفكرة يتم الدمج بين أشكال مختلفة من البرامج السياحية. يعني إنه لما نيجي نسوق بعد كده ونعمل برامج في شركات السياحة، يبقى في سياحة شاطئية على حتة ثقافية على جزء فني على حبة مش عارفة وجبات خاصة حضرتك مبدعة بمصر فعلا، بالحاجات دي. ممكن البرامج دي تعمل عندنا في السياحة تبقى رائعة، بس احنا ليه ما بنعملش كده؟ هو عشان بره بيعملوا كل الكلام ده. ما فيش الإبداع اللي حضرتك بتقولي عليه ده، إن يعني ليه فعلا ما يتعملش برنامج يتاخد حتة كده حتة كده حتة كده، موجود بس قليل قليل قوي يعني، هي البرامج محددة ومعروفة، القاهرة الأقصر أسوان، حتى من ساعة ما لغينا المنيا والفيوم بقت خلاص بقت اسطمبة، القاهرة الأقصر أسوان معظم البرامج بتنوعي في الزيارات، لكن هي فطبعا اللي حضرتك بتقولي ده ممتاز، وهو ده الفكر الابتكاري كويس ان احنا طيب نعمل كده، خلينا ويبقى تور كبير. ليه ما يتعملش تور شهر ويضم الحاجه اللي حضرتك بتقولي عليها دي، وناخد من كل الاسبكتس ونضم من كل الاذواق وتعمل حاجه جديده. في اتجاه لدعم تعليم السياحة والفندقة. في وجهة نظر حضرتك الشباب محتاجين ايه علشان هذا المجال فعلا ينتعش، بحيث ان يبقى فيه مجموعة من العاملين الشباب في كل منطقة في كل منشأة سياحية في كل مكان قادرين ان هم يقدموا خدمة فندقية مغرية بان السياح يرجعوا تاني؟ محتاجين ايه يعني؟ ويل فولنتي، اراده، ملهمك اراده، اراده، اداره بتتنفس يعني، الافكار اللي حضرتك قلتيها زائد الحاجات دي كلها تتنفس، تتحط في عقل المخطط، يصمم انه هيعمل كده، يحط لها برامج تخطيط، والبلاننج ده بيوظف الشباب يعمل، طيب بس هسأل حضرتك تخطيط سؤال اراده تاني. اداره مانجمنت. في شعوب معروفة بأنها ودودة للغاية، بحيث شعوب البحر إن المتوسط، مصر، إنك أنت إيطاليا، حتى لو مش هتعمل حاجة أنت مبسوط بس بقعدتك معاهم. لأنه حبوبين وفي لزاز شعوب أخرى أقل يعني، ستيف شوية بس، ودا وما إلى ذلك. اوكي، الألمان جادين جدا لكن في منتهى الرقي، في منتهى الحزم، في منتهى الأمانة والإخلاص والجد في الاجتهاد والنجاح. تمام، احنا المفروض بقى السائح الأجنبي اللي احنا عايزينه يبقى عندنا مصر كمواطنين وكشباب وكشعب نقدم له حالة عاملة ازاي علشان تبقى دي هي الإيقاع الخاص بمصر فيما يتعلق بتعامل البني آدمين مع الضيوف؟ حالة طبيعية، أنا مش محتاج إن أنا أتكلف، إحنا كمصريين زي ما حضرتك قلتي شعوب بحر متوسط، فينا الحتة الفريندلي الودودة، فخلينا زي ما إحنا،
بس نثقف شعبنا في الحتت اللي قلنا عليها، يعني مثلا حاجات الديفكتس اللي اتكلمنا عنها دي، عدم نقص المعلومات في حاجات كتير قوي. ما ينفعش ان الشعب يبقى جاهل يعني بنسبه كبيره، يعني ما ينفعش، يعني مش في صالحي ولا في صالح اي حد، صدقيني مش في صالح اي حد. بالعكس، لما يكون الشعب متقدم هيرفع البلد، هينهض البلد، وده حاجه رائعه للكل. البرامج الإذاعية والتلفزيونية الخاصة بالترويج السياحي توزع في الداخل ولا في الخارج ولا في الاثنين؟ بايدة الاثنين، الاثنين. ليه بقى؟ عشان احنا بنتكلم عن السياحه الداخليه والسياحه الخارجيه، الاثنين مصدر دخل ليه؟ طبعا دخل الاكبر للسياحه الخارجيه، لكن بلدي هذيها بالمصري وهذيها باللغات، وهعلم بلادي ولاد بلدي اللغات، وهعلم بره اجنبي برضه واعلمه سياحه واجيبه، وده يعمل لي عمله صعبه، وده يعمل لي رواج في التبادل التجاري ويزود لي الضرايب من خلال زياده فرص العمل. فضلكم شغلوا المرشدين في السياحه الداخليه، قرار سيادي وزاري وات ايفر، طيب ان ما فيش رحله تطلع من غير مرشد سياحي. هل حضرتك مع مثلا عمل موقع يعلم اللغة المصرية القديمة أو البطلمية للأجانب مثلا؟ حضرتك بتكلمي دكتور في اللغه المصريه القديمه هيقول لك لا؟ طبعا طبعا طبعا، نفسي لغتي اللغه بس المصريه القديمه تعلم طبعا. عندنا الإمكانيات التقنية اللي تخلينا نعمل موقع بهذه سهل الكيفية. سهل، احنا عملنا مواقع حلوه قوي، عملنا مواقع سياحيه، وزاره السياحه عملت مواقع حلوه قوي، عملت مواقع سياحيه وبكذا لغه جميله جدا. عملنا مواقع، يعني احنا في الانفورميشن تكنولوجي حلوين، وعندنا شباب حلو يعني. فطب ما نعمل مواقع، بس هي زي ما قلت لحضرتك، بس مسألة إرادة إن احنا ننفذ إدارة. طيب وزارة السياحة استحدثت مجموعة من اللجان الجديدة، حضرتك عرفنا عنها أكتر. يعني هي شغالة في كل حاجة، يعني اللجان المتحفية زي مثلا متحف الحضارة واللي عملوه فيه، أكيد ده شغال شغل رائع. المتحف وأنا المصري الكبير كلنا عارفين المتحف المصري الكبير، ومتحف شرم بس الشيخ. هوبلي إن يتفتح قريب، لأن إحنا بقالين نأجل نأجل طبعا برضه غصب عننا، لأن كل شوية الحالة السياحية، الحالة الدولية، غير لكن داعمة الحقيقة. فاحنا شغالين في كل المجالات. اللجان الثقافيه اشتغلت لي في البروسيشن في الموكب، كل ده انا شايف انه رائع. كل اللجان بتشتغل في المجالات بتاعتها، بنحاول في التثقيف، في التدريب، في التعليم، في كل حاجه، فاحنا شغالين كويس. بس اللي حاصل ده في العالم كله غصب عننا، هنستنى واحنا من ناحيتنا هنعمل اللي علينا. كان كورونا عاملة زي ما يكون كان في دور كوتشينة جت راحت لمت الدور كله، وبعد كورونا هيتم توزيع الأوراق بشكل مختلف، أكيد توزيع الكوتا الخاصة بالأنشطة المختلفة حتى على المستوى الاقتصادي، يعني كوتات المنتجات الزراعية والمنتجات الصناعية وما إلى ذلك، كل ده اتلخبط وهيعيد تقسيمه من أول وجديد، وإحنا استفدنا الحقيقة ويعني بحاجات معينة في هذا المجال. نعمل إيه علشان نقدر نعمل ده؟ السياحة احنا عندنا وجهات زي اسبانيا بتجيب عدد كبير جدا من الناس، زي اليونان بيتم دعمها، اليونان وقبرص بيتم دعمها علشان تجيب عدد كبير جدا من السياح، وتركيا كمان بتاخد جزء كبير جدا من كوتة السياح اللي جايين في المنطقة. عايزين نعرف احنا نعمل ايه علشان مع التوزيع الجديدة ناخد احنا المساحة الأساسية وهم بقى يبقوا يكملوا. تمام، اول حاجه حضرتك قلتي ان احنا نعرف الموضوع هيمشي ازاي بعد كورونا، لو كورونا خلصت يعني. يعني ما هي اكيد هتخلص فترة، يعني مش هنعيش كده حياتنا يعني. يعني اكيد لازم تربطها بنهايه العالم يعني. لكن عموما لو كورونا خلصت طبعا، لكن لو كورونا خلصت فعلا وكان في سياحه تاني بعد كده، وده موست لايكلي، يعني اللي هيحصل ساعتها ان نعرف السياحه هيبقى شكلها ايه. هيبقى شكلها السياحه هتبقى انديفيديوال، لان كورونا في الفتره دي هتعود الناس انهم ياخدوا حذرهم، يتباعدوا اجتماعيا. فاحنا لازم نتعامل على هذا الاسبكت، ان احنا نشغل عدد كبير اكبر بطاقه. مش هينفع النهارده التور ال 50 واحد، هيبقى المرشد يشتغل على اثنين ثلاثه. تمام، فننظم نفسنا على كده، وده معناه انه ياخد السالري الحقاني بتاعه، لانه خلاص شغال مع اثنين ثلاثه. ف لازم ياخد الخدمات، اسعارها هتختلف، اسعارها هتختلف وطبيعتها هتختلف. للأسف احنا وقت فقرتنا خلص. دكتور رامي مينا المرشد السياحي، شكرا جزيلا على وجودك معانا، وعايزين نعرف بقى أحلامك للمستقبل في الفترة القادمة ايه؟
شخصيا ولا ولا احلام المصري بالنسبة يعني ولا للسياحة؟ في مجال السياحه؟ اتمنى طبعا ان ترجع السياحه زي زمان، مش زي التسعينات، كمان زي الثمانينات، وان كورونا تخلص وان نرجع تاني بقوه ونرجع زي السياحه زمان، والوضع بتاع زمان يا رب كانت رائعه. يا رب. مشاهدينا الكرام، بكده خلصت هذه الفقرة، نراكم بعد الفاصل مع فقرة جديدة، انتظرونا. أهلا وسهلا.